بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الموضوع اللي أخذناه المرة اللي فاتت اللي هو الديجيتال سيجنال والأنالوج سيجنال. حكينا إنه الأنالوج سيجنال نستخدمها للمسافات البعيدة وهي بتركيبة continuously varying electromagnetic wave. استخداماتها رح نمثال عليها بالأنالوج سيجنال اللي أنا بستخدمها. وحكيت المرة اللي فاتت إنه الأنالوج السيجنال يريد تعتبرها as vehicle as car bus إنه بتستخدمها للتنقل أو نقل ركاب passengers من مكان إلى مكان آخر. فبنقدر نعتبر الداتا يعني الركاب ال passengers والvehicle اللي هي الأنالوج أو digital signal. إذا بقدر أستخدم مثال على الأنالوج حكينا المسافات الطويلة ممكن أستخدم كابر واير ميديا زي twisted pair والكوأكسيال كابل، وممكن أستخدم الفايبر أوبتكس اللي هو الضوء اللي بيستخدم الضوء، أو ممكن أستخدم الأتموسفير الفضاء المحيط فينا. الديجيتال سيجنال إحنا قلنا discrete sequence of voltage pulses، طبعا بستخدم المسافات قريبة تعرضه للنويز بيكون عندي أقل وتتحمل داتا أكبر، لنقل داتا أكبر. يعني كمية البيانات اللي ممكن ينقلها الديجيتال سيجنال أكبر بكثير من الأنالوج سيجنال، ولكن بعطيني مسافات قصيرة الديجيتال والأنالوج بعطيني مسافات بعيدة. التمثيل وأخذ أمثلة على سبيل المثال، الأنالوج داتا ممكن تكون عندي على سبيل المثال الأنالوج داتا مثل الفويس، لاحظ للموجة، هاي الموجة أنالوج. باستخدام الهاتف أنا بنقل الصوت وبستخدم فيه اللي هو الأنالوج سيجنال. طبعا بس نعيد ذاكرتنا شوي إنه أنواع الشبكات الموجودة عندنا الآن هي تقريبا ثلاث أنواع من الشبكات: شبكة الهاتف وهي قديمة جدا بالأواخر 1800، وشبكة التلفزة، وشبكة الكمبيوتر. ولكن شبكة الكمبيوتر هي based on يا إما على شبكة التلفزة أو على شبكة الهاتف، mainly بتكون على شبكة الهاتف. وشبكة الهاتف أصلا صممت إنها تنقل voice only اللي هو analog data، صممت بالأصل إنها تنقل صوت فقط. وكان بهذاك الوقت حتى أمثل وأحول وأنقل الصوت بجودة عالية جدا كان بكفي إنه الباندويت فيزيكلي لهاي الكوابل اللي بتنقل الأنالوج داتا باستخدام الأنالوج سيجنال 4 كيلو هيرتز كانت بهذاك الوقت بتكفي. ولحد هاي اللحظة طبعا احنا بنستخدم لنقل الصوت 4 كيلو هيرتز بجودة عالية جدا. الديجيتال داتا، إذا بتلاحظ أنا في عندي بولسز فولتج ثابتة، ممكن تكون بلس 3 ماينس 3 فولت. إذا هاي الداتا ممكن نقول باينري داتا which is digital، ممكن تكون صورة وأنا عملت لها كونفيرت وصارت عندي ديجيتال داتا. هاي الديجيتال داتا بنقولها من خلال المودم بيعمل لي كونفيرت. المودم موديليتر ودي موديليتر. المودم هو عبارة عن موديليتر ودي موديليتر، ودي موديليتر بيحول لي الطاقة من شكل إلى شكل آخر. طبعا ضمنيا الداتا بتكون عندي ديجيتال إلى أنالوج، وأيضا من أنالوج إلى ديجيتال، إذا أنا بالنهاية بقدر أستخدم الأنالوج سيجنال لتحميل نوعين من الداتا، إما بستخدم اللي هو الأنالوج داتا وبستخدم أيضا إيش الديجيتال داتا، اثنيناتهم بقدر أحولهم وأحملهم على الأنالوج سيجنال، ولكن في لما تكون الداتا أنالوج ما في داعي إني أحولها، أما تكون الداتا ديجيتال والوسيط أنالوج مضطر إني أستخدم تول أو أستخدم ديفايس، هذا الديفايس بيحول لي إياها من ديجيتال إلى أنالوج، وبالجهة المقابلة بيحول إياها من أنالوج إلى ديجيتال. مثال آخر يكون عندي الداتا، خلينا نشوف الأنالوج، بالجهة المقابلة أنا عندي فقط بستخدم اللي هو الديجيتال. الوسيط الموجود عندي هو ديجيتال، الوسيط
المتوفر عندي اللي هو ديجيتال، حكينا ديجيتال للمسافات القصيره. الان الداتا وطبيعتها ممكن تكون عندي الداتا نفسها انالوج صوت، بحول وبعمل كونفيرت للداتا الموجوده عندي، اوكي، بحولها الى ديجيتال. وايضا في عندي ديجيتال داتا باستخدام الديجيتال ترانسميتر، بنقل او بحمل الديجيتال داتا على الديجيتال سيجنال. اذا باختصار، اذا كانت الداتا انالوج او ديجيتال ممكن انقلها باستخدام الانالوج سيجنال، وايضا اذا كانت الداتا انالوج او ديجيتال ممكن انقلها من خلال الديجيتال سيجنال المتوفر عندي او الوسيط المتوفر والموجود. اذا ما فيش عمليه احتكار انه الانالوج داتا فقط تنتقل على الانالوج سيجنال او الديجيتال داتا فقط تنتقل على الديجيتال سيجنال. اذا حسب الوسيط الموجود عندي انا ممكن احول الداتا، اعملها كونفيرت، اذا كانت انالوج بحولها ديجيتال، واذا كانت ديجيتال ممكن احولها وتصير عندي انالوج، بستخدم الوسيط المتوفر عندي. طيب ايش الريزنز بيهايند اني اختار هاي الكومبينيشن اللي هو ديجيتال داتا وديجيتال سيجنال؟ ديجيتال داتا عندي، ديجيتال داتا على ديجيتال سيجنال، ايش الفائده؟ في بعض الاحيان لما تكون ديجيتال داتا ديجيتال سيجنال، الايكويبمنت فور كودينج تكلفتها اقل بكثير مقارنه انالوج تو انالوج. تكلفه صناعه وانتاج الديجيتال ديفايسز مقارنة بالانالوج تانالوج اكويبمنتس قليلة جدا كتكلفة. ايضا في عندي الانالوج داتا على الديجيتال سيجنال، هاي الحالة انا بحاجة الى اني اعمل تحويل باستخدام مثلا بعض الاجهزة، احول الانالوج داتا الى ديجيتال وبعدين استخدم الديجيتال سيجنال، الآن باستخدام الديجيتال سيجنال بيتيح لي إني أستخدم new equipments مثال عليها اللي هي عملية السويتشينج، عملية المشاركة. يعني لو ما في عندي هاي العملية ما بقدر أعمل مشاركة ما بين الأجهزة. الديجيتال داتا على الأنالوج سيجنال، في بعض الأحيان ما عندي وسيط إلا الأنالوج، بدي أنقل داتا لمسافة بعيدة. أنا عندي الداتا وما عندي وسيط متوفر ومتاح إلا فقط اللي هو الأنالوج، بيعطيني مسافة بعيدة وسرعة عالية، ومثال عليه الأوبتيكال فايبر. الأنالوج داتا على الأنالوج سيجنال، طبعا الأنالوج داتا سهل جدا إنك تحولها إلى أو تحملها على الأنالوج سيجنال بتكلفة قليلة جدا وعملية بسيطة وسهلة. هذا بالنسبة الأسباب اللي ممكن تخليني، طبعاً أسباب كثيرة ولكن هذا باختصار، إنه أنا بقدر أستخدم التولز الموجود عندي، أستخدم الداتا الموجودة عندي سواء كانت ديجيتال داتا أو أنالوج داتا، وحسب الوسيط الموجود عندي إذا كان أنالوج أو ديجيتال سيجنال. الأنالوج ترانسميشن، شو هو الأنالوج ترانسميشن؟ الأنالوج ترانسميشن ترانسميت أنالوج سيجنال من غير معرفة الكونتنت للداتا اللي أنا بنقولها، اللي هي الأنالوج داتا أو ديجيتال داتا. أنا بنقول مباشرة أنا بتعامل مع الموجة. طبعاً attenuation اللي هو ضعف الإشارة، بعيد وبكرر الإشارة ممكن تكون في البداية قوية، الأمبليتيود عالي والفريكونسي عالي، ولكن باي تايم ولما تقطع مسافة أبعد تصيبها نوع من الوهم حتى تصل إلى صفر، هذا بنسميه attenuation. attenuation له علاقة مع المسافة، فدائما وابدا كل كيبل له الماكسيمم، خلينا نحكي ديستنس اللي ممكن يقطعها ويحمل فيها ايش الداتا. طبعا كمان شوي راح نشوف ممكن استخدم انا شيء اسمه ريبيتر، والريبيتر هو عبارة عن امبليفاير بياخذ الداتا بيقويها برد يرجعها مرة ثانية حتى تقطع ايش مسافة اطول، longer distance. يعني في عندي امبليفايرز بنسميهم ريبيترز، هاي ريبيترز بتاخذ السيجنال الضعيفه بتعملها ريجينريت وبتقويها، وبعد ما تقويت هذه الاشاره بتعديها الى مسافه ابعد. طبعا الانالوج داتا يعني حكينا انها بتقطع مسافه ابعد، ولكن هي معرضه للنويز اكثر،
وممكن يكون فيها تشوهات وممكن يصير فيها إيش تشوهات. ياريت نحط في بالنا إنه الانترفيرنس والنويز الموجود اندور غير عن الاوتدور. يعني لما أنا أستخدم شبكة داخل البيت أو داخل المؤسسة غير لما أنقلها خارج هذا البيلدينج لمسافات بعيدة جدا، طبيعة النويز راح تكون عندي مختلفة. فالانالوج معرض للنويز أكثر من الديجيتال. أنا بحكي عن السيجنال، الانالوج سيجنال معرض للنويز أكثر من الديجيتال سيجنال. الديجيتال ترانزميشن هو مينلي بيعرف الداتا أو طبيعة الداتا اللي ممكن نقولها. طبعا التنيويشن هو ما بقطع مسافات بعيدة برضو بسبب الوهن، أنت بتستخدم طاقة مثلا 3 فولت ناقص 3 فولت زي ما حكيت المرة اللي فاتت، أنت ما بتصل الداتا للريسيفر بنفس الطاقة لأنه بكون في عندي ضياع للطاقة أثناء رحلة هاي الداتا. أنا ممكن أستخدم ريبيترز حتى يعطيني مسافة أبعد. ياريت نتذكر ممكن حدا يستخدم USB كابل، USB كابل عندي 5 متر أنا بدي 7 متر على سبيل المثال، إذا ماكسيمم الموجود عندي اللي هو 5 متر، فأنا بحاجة أني أقطع مسافة أكبر، لازم أستخدم جهاز ريبيتر حتى يعطيني إيش مسافة أبعد. ياريت تنتبهوا دائما وأبداً الريبيتر بحاجة إلى باور، يعني بحاجة إلى طاقة، بحاجة أنه يكون في عندي كهرباء على سبيل المثال موصولة أو باتري موصولة على هذا الريبيتر بتم شحنه حتى يأخذ الإشارة الضعيفة يقويها. ما بصير في عند ريبيتر without energy without إنه يكون عنده مثلاً power supply بيعطي طاقة إنه يأخذ هاي السيجنال الضعيفة يقويها ويمررها للاتجاه المقابل. طبعاً عملية السيجنال هي regenerate للسيجنال يعني بيأخذها ضعيفة بيقوي هذه الإشارة بيعديها بالاتجاه المقابل. الانالوج سيجنال ممكن كمان carrying digital data زي ما حكينا، عملية إنه الداتا، إذا السيجنال ما بتحدد طبيعة الداتا سواء كانت أنالوج أو ديجيتال. السيجنال الوسيط النقل ما بيحدد طبيعة الداتا إنه فقط أنا بتعامل مع نوع واحد من الداتا، لا أنا بقدر أنقل ديجيتال داتا وممكن أنقل أنالوج داتا. طيب سعة القناة أو سعة الشانل اللي أنا بستخدمها هي بسبب إنه في عندي نويز. أنا مش عايش في ideal environment ما فيش فيها noise ما فيش فيها ضياع للطاقة، لا، إن في عندي عوامل كثيرة ممكن تقلل من كفاءة الوسيط اللي أنا بستخدمه. في عندي عوامل كثيرة بتقلل من كفاءة الوسيط. إذا بتلاحظوا للطائرات على سبيل المثال من لندن لنيويورك تأخذ مثلا بالذهاب 7 ساعات، بالإياب ممكن تأخذ 6 ساعات. طب ليش نقص عندي ساعة على سبيل المثال؟ بسبب هل أنت باتجاه سرعة الرياح أو عكس على سبيل المثال، هل الرياح معك أو ضدك؟ فهي بالنسبة إلي هي ضياع لا أو هدر للطاقة. نفس العملية بوجود عوامل خارجية للوسيط اللي أنا بستخدمه للسيجنال اللي أنا بستخدمها ممكن يصير في عندي نويز. عملية النويز هاي ممكن تولد أخطاء، والأخطاء بدها ريترانزميشن إعادة إرسال كاملة. إحنا حكينا المرة اللي فاتت أو حكينا في المادة السابقة انه لو كان حجم الباكيت على سبيل المثال 1500 بايت على سبيل المثال، وفي اكبر بكثير 1000 بس بنحكي عن الانترنت، 1500 حرف، لو يصير عندي مشكله في احد البيتس، مش البايت، البيتس 0 والواحد، انا بدي اعمل اعاده ري ترانسميشن كامله لانه يعتبر هذا هاي الوحده او هاي الحزمه صار فيها خطا، فانا مطلوب مني اعاده ارسال كامل للداتا اللي بتحتوي على هذا الباكيت. إذن في عندي نويز، في عندي انترفيرنس، في عندي تداخل وتشويش على هاي الداتا. إذن حسب الوسيط اللي أنا بستخدمه بدنا نحسب الآن ونشوف قديش الماكسيمم ريت. أنا الوسيط موجود عندي، أنا شبهت دائما وأبدا الوسيط بالشارع زي الموتور واي. طيب أنا لما صممته كان يأخذ مثلا 5 لينز كل سايد، إذن 10 لينز المفروض أن يأخذ من عندي أو يأخذ أو سعته تكون 1000 سيارة نظريا. هل عمليا هو راح يأخذ 1000 سيارة بالدقيقة؟ هل هو يستطيع هذا الشارع أنه يمرر 1000 سيارة بالدقيقة الواحدة؟ هو صمم أنه يتسع لهذا الكم من السيارات، بس عمليا وفعليا وعلى أرض الواقع خلينا نشوف أنه هل يستطيع أنه يأخذ 1000 سيارة؟ طيب ممكن تحكي لي يس هو فيزيكلي صمم لألف سيارة، ولكن مش دائما وابدا موجود عندي على سبيل المثال الألف سياره. ممكن يكون في عندي انواع مختلفه من السيارات، احجام مختلفه من السيارات،
أيضا ممكن يكون سيارات للمساعدة زي سيارات الدفاع المدني والشرطة والجيش وإلى آخره، لا تعتبر هاي سيارات مدنية، إحنا سميناها كنترول، تعمل تسهيل ومراقبة عملية النقل على سبيل المثال. أيضا لما يصير في عندك ترافيك جام لعطل ما على سبيل المثال في لحظة، العدد بقل بكثير، ممكن يصل إلى صفر، وسميناه هذا اللي هو التروبل. ولكن فيزيائيا بدنا نشوف قديش سعة الوسيط اللي هو الماكسيمم ريت، الماكسيمم ريت اللي ممكن ينقل في إيش الداتا. الداتا ريت، بعض المفاهيم الأساسية، الداتا ريت إيش هو؟ الداتا ريت اللي هو rate of which data can be communicated أو transmitted، وتقاس بالبت بير سكند، بالبت بير سكند. طبعا دائما أبدا بعد بكررها، إذا كانت البي small letter هي بت، وإذا كانت capital letter إحنا نحكي عن بايت، بايت بير سكند إذا كانت capital letter، وإذا كانت small letter إحنا نحكي عن بت بير سكند، بت بير سكند. الباندويت شو هو؟ الباندويت إحنا قلنا the maximum capacity مقاس بالهيرتز أو cycle per second، cycle per second. The bandwidth إنه الداتا اللي ممكن أنا أنقلها، the maximum، the bandwidth إنه قديش السعة القصوى اللي ممكن يتعامل معها إيش بالسيجنال. النويز، النويز عكس أو إشي مش طبيعي، وهذا النويز ممكن يتولد من الأجهزة المحيطة لهذا الوسيط ويؤثر عكسي على الوسيط، وبكون عندي average level للنويز. الايرور ريت، ريت ات ويتش ايرور اوكر، وعندي مثلا ممكن ابعث انا واحد والواحد هاي تصير عندي ايش صفر، او ابعث صفر وتصير عندي ايش واحد، يعني ممكن ابعث مجموعه من الداتا 0 1 1 0 0 1 1 1، بالجهه المقابله اي بت من هذول ممكن يتغيروا، اي بت من الموجودات ممكن يصير عندي 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1، بسبب الايرور اللي صار عندي، بسبب معين مثلا، ممكن يكون بسبب نويز، بسبب نويز ممكن يصير في عندي ايرور. حكينا عن الايرور، ممكن يكون سنجل بيت ايرور، ممكن يكون تو بيت ايرورز، ممكن يكون بارست ايرور، يكون عندي اكثر من ايرور بنفس الستريم، اكثر من ايرور بنفس الستريم. طيب كيف بدنا نحسب السعه الفعليه، الشانل كاباسيتي؟ كيف بدي احسب السعه الفعليه؟ في عندي عالم قديم طلع نظرية نيكويست ثيرم، بيحكي عن الباندويت، وهو مين اللي بيحكي عن الباينري. شو يعني الباينري؟ إني أحمل فقط 0 و 1، بستخدم في الموديليشن 2 فولتج، يعني ممكن يكون زائد 3 ناقص 3، ممكن زائد 3 للواحد وناقص 3 للصفر. شو حكي هذا العالم؟ إنه الماكسيموم أو الشانل الموجودة عندي هي تسع إلى ضعفين الباندويت إذا أنا بستخدم 2 فولتج اللي هو 0 و1، 0 و1. يعني على سبيل المثال لو كان عندي الباندويت، في هذا المثال لو كان عندي الباندويت 1 ميجا هيرتز، 1 ميجا هيرتز على سبيل المثال، كم السعة القصوى اللي ممكن أنقل فيها داتا حسب هاي النظرية؟ وهاي النظرية طبعا ما فيها نويز، ما فيها أخطاء، هي فقط نظرية مش عملية، إنه بس بتصور إنه كم بقدر أنقل داتا في حال إنه أنا بمثل على سبيل المثال الواحد في زائد مثلا 3 فولت، والزيرو أنا بمثله في ناقص 3 فولت. بمعنى آخر المركبة هاي تتسع إلى ركبين، يا إما 0 أو 1، هاي المركبة فقط تتسع إلى ركبين، يا 0 يا 1. طيب كم عدد الركاب اللي ممكن أنقلها؟ إذا عدد الركاب راح يكون عندي 2 ضرب الباندويت، الباندويت عندي 1 ميجا هيرتز، إذا 2 ضرب 1 ميجا هيرتز ضرب 1 راح يعطيني 2، النتيجة راح تكون عندي 2 ميجا بت بير سكند، بت بير سكند. طيب ليش بت؟ أنا بحكي عن ف
فقط تمثيل باينري one digit one digit. والone digit يا أما بتكون عندي يا zero يا صفر يا بتكون عندي إيش واحد يا صفر يا بتكون عندي واحد. بعيد وبكرر Nyquist theorem هي فقط متخصصة لنقل الداتا اللي ما فيها نويز. هو افترض إنه ما عنديش نويز، ما عنديش خسران للداتا، ما عنديش إنه الداتا فيها خطأ على سبيل المثال. حكى إذا أنت كنت تستخدم باينري، إذا كنت تستخدم باينري فالداتا اللي ممكن أنت تقدر تنقلها هي ضعفين الباندويت، ضعفين الباندويت. دكتور تفضل. هلا طب مش احنا الباندويث هو معناته يعني اكبر ساعه ممكن يتحمله الكيبل او الشانل؟ يس. اذا حكينا عن النيكوست باندويث، نيكوست ثيرم بتحكي انه دائما وابدا، دائما وابدا الاتشيف الماكسيمم كاباسيتي اتشيفبل من وسيط معين بتكون عندي اللي هو ضعف الباندويث في حاله اني انا بستخدم تو فولتج. بتحكي عن باينري، إذا بتحكي عن مالتي ليفل والمقصود بالمالتي ليفل يعني كم ليفل موجود عندك. في هذا المثال لو كان عندي بدي أحمل 2 بيتس راح يكون عندي 4 ليفل، إذا الـ M بتكون عندي 4، 4 للأساس 2 ضرب 2 باندويت بيعطيني اللي هو الباندويت اللي ممكن أحصله أو الماكسيمم كاباسيتي الموجودة عندي بحصلها من هذا الوسيط. طبعا حكينا أنه بالأرض الواقع أنا في عندي نويز. طبعا اجى عالم اخر اسمه شانون وضاف النويز، ضاف النويز. طب ايش هو النويز؟ دائما وابدا انا في عندي نسبه اللي هي سيجنال تو نويز ريشيو، سيجنال تو نويز ريشيو. النويز موجود، النويز دائما وابدا موجود عندي بسبب الانفايرمنت. الان انا في عندي باور لسيجنال نفسه وفي عندي باور للنويز. والمقصود بالنويز خلينا بس هيك نفكر، الإضاءة مصباح الإضاءة الموجود عندك اللي هو هذا حفظ الطاقة أو الهالوجين القديم على سبيل المثال هو بيصدر موجات، وهي الموجات ممكن تأثر على نقل الداتا اللي أنت بتنقلها. جسمك ممكن يصدر موجات بيأثر على الداتا اللي بنقلها. الأجهزة الكهربائية المحيطة الموجودة، الحركة اللي بتصير بالبيت على سبيل المثال ونقل الأجهزة لتيار كهربائي ممكن يأثر عندي إلى نويز. عشان هيك إذا بتلاحظ شركات الاتصالات بتحكي إنه لازم يجب إنك تضع المودم في مكان ما يكونش فيه إزعاج. إزعاج المقصود فيه مش الصوت، إزعاج مقصود فيه اللي هو إصدار الأجهزة الكهربائية المحيطية المحيطة موجات بتأثر على هذا الديفايس. فعندي نويز باور، نويز باور، وفي عندي السيجنال نفسه اللي أنت تبعثها إلها إيش باور. طبعا في عندي هاي النسبه او هذا المسمى او هاي الريشيو اللي هي سيجنال تو نويز ريشيو او بسموها الاس ان ار او بسموها اس على ان. طبعا هاي لها اجهزه بحسبوها، واذا بتلاحظ الى اي شخص من شركه الاتصالات بيكون معه هذا الجهاز، اول ما بده يشيك على جوده الاتصال عندك في البيت بحاول يحسب قديش هاي النسبه. بركب هذا الجهاز وبعطيه اللي هي بالنسبة الان الاس ان ار، وتقاس بالديسيبل، وحدة القياس تاعها اللي هو ايش ديسيبل. طبعا كل ما كانت اعلى كل ما كانت افضل، يعني بيكون عندك الوسيط with high quality انه ما فيش عندي نويز. كل ما كانت قيمتها اعلى كل ما كان وضوح الاتصال اكثر. ليش؟ لانه النويز بيكون عندي ايش اقل. طيب كيف معادلتها، كيف بقدر اطلعها؟ اللي هي 10 لوج قوة الإشارة على قوة النويز على الأساس 10. طبعا هاي أنت بتأخذها جاهزة من الجهاز، فأنت بدك تطلع اللي هي إيش الـ SNR. الـ SNR اللي هي لوج 10 ضرب لوج الـ SNR للأساس 10. طيب شانون شو حكى؟ شانون ضاف على نيكوست ثيرم بس النويز. نيكوست ثيرم للتذكير فقط اللي هو بيحكي C تساوي 2B ضعفين الباندويت. شانون حكى انه اللي انا بقدر احصله الماكسيمم او الشانل كاباسيتي تساوي الباندويت لوج 1 بلس SNR للاساس 2، 1 بلس SNR اللي هي هاي زائد 1 زائد SNR للاساس 2 وبيعطيني. طبعا هو للاسف هو صحيح ضاف النويز بس ما ضافش كل النويز، هو ضاف فقط الوايت نويز اللي هو الثيرمال نويز الحراري.
في عندي انواع اخرى من النويز بس هو ما تعامل معها ولكن اضاف نوع واحد فقط من النويز. لو اخذنا مثال، لو كان في عندي سبيكتروم اوف شانلز، السبيكتروم من 3 ميجا هرتز لل 4 ميجا هرتز، 3 ميجا هرتز لل 4 ميجا هرتز. اذا اقل تردد موجود عندي اللي هو 3، اقل تردد اللي هو 3، واعلى تردد موجود عندي اللي هو 4 ميجا هرتز. حكينا شو هو، كيف بقدر احسب الباندويث؟ الباندويث يساوي الماكسيمم فريكوانسي، ماكسيمم فريكوانسي ناقص المينيمم فريكوانسي. الباندويث يساوي، الباندويث يساوي الماكسيمم فريكوانسي ناقص المينيمم فريكوانسي. طيب قديش عندي الباندويث؟ الباندويث الموجود عندي يساوي 1 ميجا هرتز، 1 ميجا هرتز. انا اخذت هاي المعلومه لانه في عندي سبيكتروم، عندي طيف، بداية الطيف المينيمم فريكوانسي إلي 3 ميجا هرتز وأعلى فريكوانسي 4 ميجا هرتز. فإذا الباندويث يساوي 4 ناقص 3 ميجا هرتز ويساوي عندي 1 ميجا هرتز، يساوي 1 ميجا هرتز. طيب الاس ان ار بالديسيبل يساوي 24 ديسيبل. طيب هاي منين جبتها؟ في جهاز متخصص بيقدر يحسب لي اياها على اي وسيط ممكن اتعامل معه، جهاز هاردوير مخصص بيقدر ايش يحسب لي اياها. بس انا ما بقدر استخدم الاس ان دي ار مباشره، انا بدي استخدم الريشيو، الاس ان ار بدي استخدم الريشيو. طيب كيف بدي اطلع هاي من المعادله اللي قبل، من المعادله هاي؟ بدي استخدم اللي هي 10 لوج الاس ان ار للاساس 10 حتى اطلع اللي هو الاس ان ار. 24 تساوي 10 لوج الاس ان ار للاساس 10. طيب انقل العشرة للجهة المقابلة بتصير عندي ايش؟ 2.4 اوكي تساوي لوج الاس ان ار، اس ان ار للاساس 10. طيب هاي بدي اطلعها برا، شو بدي اسوي او اطلع قيمتها؟ هاي تساوي اوكي 2.4 للقوة 10 وتساوي تقريبا اللي هو 251. لو تحسبها بالكالكوليتر 2.4 للقوة 10 راح يطلع عندك 251، وهاي القيمة اللي أنا بدي إياها وأتعامل معها في الشانون ثيرم. شانون شو حكى؟ حكى الباندويث، الباندويث كيف حسبناه؟ حسبناه اللي هو 1 ميجا هيرتز، 1 ضرب 10، 1 ضرب 10 القوة 6 ضرب لوج 1 زائد 251 إحنا طلعناها لأنه عندنا الأس أن آر ديسيبل بلس 1 وتساوي إذا حسبت طبعا طلعت اللوج تطلع معنا 10 أو 8 ضرب 10 قوة 6 وتساوي 8 ميجا بت بير سكند، 8 ميجا بت بير سكند. النتيجة اللي ظهرت عندنا تساوي 8 ميجا بت بير سكند باستخدام شانون ثيرم، باستخدام شانون ثيرم. طيب طلع معنا 8، كم عدد الداتا اللي ممكن او الليفلز الموجوده عندي؟ كم عندي عدد الليفلز؟ عدد الليفلز بدي اخذها من نيكوس ثيرم اللي يساوي سي تساوي 2 بي ضرب لوج الام، الام الان هي اللي لازم اجدها الاساس 2. عندي الماكسيمم او الشانل كاباسيتي تساوي 8 ضرب 10 القوه 6 وتساوي الباندويث 2 ضرب 10 القوه 6 موجود عندي الان ضرب لوج الام اللي هو الليفلز او السيجنال ليفلنج الموجود عندي حتى اعطاني 8. هاي طبعا لما تحولها مع بعض عمليه التحويل انه 10 للقوه 6 بال 10 قوه 6 و2 للجهه المقابله بصير عندي ايش؟ 4. يعني بقسم 8 للاساس عند 2 على 2 4 لوج 2 للاساس 8. اذا ام تساوي الام تساوي اللي هو عندي ايش؟ 16 تساوي 16.
إذن لازم يكون عندي 16 ليفل 1 2 3 4 إلى آخره حتى يعطيني اللي هو 8 ميجا بيت بير سكند. 8 ميجا بيت بير سكند باختصار في عالم اسمه نيكوست ثيرم، هاي نظريته العالم، نظرية العالم نيكوست، إنه دائما وأبدا حسب الليفل الموجود عندك. أبسطه هيكون عندي 2 ليفل باينري، بتكون عندي الشانل كاباسيتي تساوي 2 أو ضعفين الباندويت. بدك تزيد؟ يس. بدك تزيد عدد الليفلز. إذا بدك تزيد بدك تزيد اللي هو عندي إيش عدد الليفلز، يكون عندي إيش أكثر من ليفل. إجا عالم آخر اسمه شانون. نظرية العالم شانون ثيرم تحكي إنه لا، لازم أضيف إيش جديد اللي هو النويز. النويز هو ما أخذ كل شيء من النويز، أخذ فقط الوايت نويز المسمى ثيرمال نويز، أضافه للمعادلة الأصلية. وظهر عندي إنه معادلة جديدة أنا بقدر أحسب فيها الشانل كابستي باستخدام اللي هو إيش شانون. طبعاً شانون شو فادنا؟ شانون فادنا يعني إنه حكالنا إنه there is a physical limitation، physical limitation للشانل كابستي. فالآن أنت ما بتقدر تتجاوز هذا الفيزيكال ليميتيشن، بدك تحاول تستخدم طرق مختلفة لزيادة السرعة. بمعنى شانون حكى لكل كابل، لكل كابل موجود عندنا، لكل وسيط موجود عندنا عندي الماكسيمم شانل كاباسيتي، انت ما بتقدر تتجاوزه. الان اذا بدك تتجاوزه بدك تحاول تلاقي طريقة مختلفة عدا انك تعدل على الخصائص الفيزيائية لهذا الكابل حتى تقدر تصل الى سرعة اعلى، حتى تقدر تصل الى سرعة اعلى. بمعنى انه الهاردوير عندي ثابت، حاول انك تغير على السوفتوير او اللوجيكال ميثود حتى تقدر تحصل على كمية بيانات او نقل كمية بيانات اعلى. مرة ثانية بس للمراجعة، شو يعني ترانسميشن ميديا؟ ترانسميشن ميديا او سوري ترانسميشن ميديوم اللي هو فيزيكال باث بتوين الترانسميتر اند ريسيفر، الجايدد وان جايدد. الجايدد الاسلاك والكوابل اللي احنا بنستخدمها، والان جايدد اللي هي الاتموسفير اللي احنا بنستخدمه، الاتموسفير اللي هو نستخدم فيه موجات المايكرويف او الموجات الكهرومغناطيسيه لنقل البيانات. اذا بتلاحظ ابراج التليفون الخلوي ما فيش بيناتهم كوابل، في بعض الاحيان لمسافات بعيده بيستخدموا فقط الموجات الكهرومغناطيسيه او موجات المايكرويف. الان جايدد اللي هي وايرلسلي، خلينا نحكي وايرد او وايرلسلي، بنستخدم الجايدد وايرد والان جايدد اللي هو وايرلسلي. للترانسميشن او الترانسميتر والريسيفر بيقدروا يستخدموا الانتينا حتى يقدروا يتعاملوا في عمليه الارسال والاستقبال. وحتى الانتينا لها انواع كثيره واحجام مختلفه. ممكن استخدم الوايرلس ترانسميشن باستخدام دايركشنال، باستخدام موجات معينه، او اومني دايركشنال باكثر من جهه. الان في عندي بس معلومات بسيطه عن الفريكوانسز رينجز للتكنولوجيز او الموجات اللي انا بقدر استخدمها. مثلا المايكرويف، المايكرويف بتبلش من 1 جيجا هرتز، 1 جيجا هرتز ل 40 جيجا هرتز. ولكن زي ما حكيت المره اللي فاتت انه التعديل او كل ما كان في عندي الترددات بتغير على خصائص الفيزيائية للموجة نفسها. طبعاً إذا زادت الترددات بالموجة غير لما تقل هاي الترددات. فإذا كانت الترددات عالية جداً، هاي مايكرويف ومثال عليها 1 جيجا هيرتز و 40 جيجا هيرتز، هاي بتكون باتجاه واحد، باتجاه واحد دائماً وأبداً. المايكرويف ما بيكون بكل الاتجاهات، بيكون باتجاه واحد. طيب البرج الموجود على الهاتف بيستخدم المايكرويف، ولكن إذا بتطلع على البرج، البرج بيستخدم أكثر من أنتينا. رأس البرج، في أعلى رأس البرج في شركات الاتصالات لو تطلع دائما وأبدا بكون في عندي أكثر من أنتينا، وعلى شكل في بعض الأحيان على شكل مثلث. هذا الأنتين الأول وهذا الأنتين الثاني وهذا الأنتين الثالث. أنا أخذت مقطع عرضي من الأعلى، هذا بكون عندي عبارة عن مستطيل، هذا مستطيل، هذا أنتين، والأنتين الثاني على سبيل المثال، وبكون بالخلف أنتين بالجهة المقابلة. هذا الأنتين بيعطي جهة معينة، هذا الأنتين بيعطي هذا الاتجاه، وهذا الأنتين بيعطي هذا الاتجاه، وهذا الأنتينة بتعطي هذا الاتجاه. أنت بالنهاية أخذت 360 درجة، ولكن كل أنتينة تعطي باتجاه واحد إذا أنت بتستخدم اللي هو المايكرويف. 1 direction. 1 direction.
طبعاً استخداماته استخدمه في الاتصال ما بين point to point، يعني برج موجود عندي في مثل منطقة سويلح وبرج موجود في عجلون، ممكن إيش يتواصلوا مع بعض، ممكن إيش يتواصلوا مع بعض line of sight، بيقدروا يتواصلوا مع بعض باستخدام هاي موجات الميكرويف. ممكن استخدمه أيضا للستلايت كوميونيكيشن، في عندي محطة أرضية، ممكن يكون في عندي محطة أرضية، هاي المحطة الأرضية ممكن تستقبل من ساتلايت، هاي المحطة الأرضية ممكن تستقبل موجات من ساتلايت موجود بالسماء بدور حول الكرة الأرضية. الآن ممكن يكون في عندي إيش اتصال ما بين القمر الصناعي وما بين المحطة الأرضية طبعا تحكي عن مسافة هائلة جدا حسب أنواع الساتلايت راح نأخذها للأمام، حسب أنواع الساتلايت يكون في عندي إيش عملية الاتصال ما بين الساتلايت وما بين الجراوند ستيشن، وراح نشوف إنه الساتلايت الواحد بيقدر يتواصل مع أكثر من جراوند ستيشن وأكثر من ساتلايت بنفس الوقت لأنه عليه أكثر من لاقط ترانسبوندر. راديو فريكوانسي الرينج تاعها، إذا هذا المايكرويف ببلش من 1 إلى 40 جيجا هيرتز، الراديو ببلش من 30 إلى 1 جيجا هيرتز، الـ RF راديو فريكوانسي. طبعا الراديو فريكوانسي بيمشي بكل الاتجاهات، حكينا بمايكرويف بيكون باتجاه واحد، لا الأنتينا في الراديو فريكوانسي بتكون عندي على كل الاتجاهات، على كل الاتجاهات 360 درجة على جميع الاتجاهات. عندي الانفراريد فريكوانسي الرينج تاعها من 3 إلى 10 قوة 11 إلى 2 ضرب 10 قوة 14 هيرتز، تستخدم ما بين التليفونات أو الأجهزة القريبة من بعض اللي هي point to point، كانت مستخدمة وفي أجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر، في بعض الأجهزة ممكن لحد الآن مستخدمة بالريموت كنترول، إنه تقدر تصدر أمر معين لسمارت تي في أو لأي جهاز موجود عندك باستخدام اللي هو الانفراريد، ولكن سرعة نقل البيانات فيها مش زي الميكروويف، مش زي راديو فريكوانسي، بتكون عندي إيش أقل. راح نتوقف اليوم لهون، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى.